بعد أن أتم ضيوف الرحمن تصعيدهم بمشعر من قدوا اليوم شعائرهم بصعيد عرفات باعتباره ركن الحج الأعظم. يأتي ذلك وسط إجراءات ميسرة من خلال التواجد الشرطي بمناطق المشاعر والتأمين الطبي لها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ها هم ضيوف الرحمن جاءوا من كل حد وصوب. جاءوا ملبين نداء الرحمن بأداء فريضة الحج وسط إجراءات لوجستية ميسرة حرصت عليها السلطات السعودية لتأمين تفويج ضيوف الرحمن إلى مناطق المشاعر المقدسة البعثة الطبية المصرية وضعت خطة لتأمين الطبي للحجاج المصريين بأماكن مخيماتهم بالتنسيق مع السلطات السعودية إحنا كان عندنا منومين في عندنا في المستشفيات ثلاث حالات الحمد لله تم تصعيدهم لعرفه اللي كانوا منومين في مستشفيات مكه في عندنا خمس حالات فشل كلوي وتم التنسيق ليهم وعملوا جلسات غسيل كلوي امس صباحا في حالتين منهم عشان يبقي ان شاء الله يبقى النهاردة ما فيش ليهم مواعيد للجلسات وبقية الحياة هتخسر إن شاء الله بكرة فيما يخص هنا في المخيمات احنا هنا عاملين داخل العيادة في داخل المخيم بتاعنا بتاع البعثة الطبية عشان أي في أي حالة تتوجه لنا المكان هنا وتتلقى الخدمة الطبية اللازمة ولو في أي حالة من الحالات موجودة في مكان بعيد ما توصل لحد هنا احنا الفريق هيطلع يوصلها لها لحد المخيم اللي هي فيه الحمد. هيتم المرور على المستشفيات اللي موجودة هنا في عرفة وعدتها أربع مستشفيات عشان مستشفيات. متابعه الحجاج وحصر لو في اي حالات من الحجاج المصريين موجودين كما سعت مؤسسه الحج السعودي على توفير مخيمات طليق بتلك الرحله المقدسه ليكون موسم الحج هذا العام موسما استثنائيا اجواء روحانيه انتابت ضيوف الرحمن خلال اداء المناسك داعين الله بالقبول ربنا كرمنا السنه دي ان احنا جينا في المكان ده اولا أدلنا سنتين محرمين منه من المكان ده وربنا يعني بجازي كمان ان المكان ده مكان مقدس واللي ربنا كرمنا ان النهارده الجمعه اولا والحمد لله رب العالمين يعني الخدمه هنا ما شاء الله الله اكبر يعني عليها متميزه جدا الحمد لله ده كرم من ربنا علينا يعني وده نحمد ونشكر فضله الخدمات العلاجيه زي الفل زي اي حد بيروح بيدوا له علاج ويوفروا له العلاج بتاعه في اي وقت واحسن حاجه هنا العلاج وان مهتمين بينا والنظافه كل حاجه هنا زي الفل في نعيم والحمد لله في نعمه كنت بحلم بها العمر كله بقى ثلاث ايام ناخد علاج ببلاش مجانا وكل حاجه حلو بقى كده ما فيش ربنا يتقبل منا يا رب ومنك يا رب ويحسن اعمالنا كلها يا رب أجوان روحانية يعيشها ضيوف الرحمن لوقوفهم بمشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج بعد طول اشتياق دعينا الله أن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين وأن يتقبل حجتهم محمد حلمي التلفزيون المصري